أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخاتم النبيين
شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. و
ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ودع أذاهم وتوكل على الله ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى صدق الله العظيم. أشكر فضيلة الشيخ الإذاعي الكبير شيخنا ومعلمنا الشيخ أحمد صلاح عبد الله الذي أتاح لنا هذه فرصة التأدية واجب العزاء. شكر الله سعيكم جميعا.